أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في نفس الموقع أبو 12 دونم. تمام، عرفتوا شو الموقع أبو 12 دونم؟ نفس الموقع أبو 12 دونم. طيب، اللي مش مشترك في القناة طبعا يشترك في القناة يا إخوان وفعل الجرس، ولا تنسونا من اللايكات. تمام، طبعا احنا وقفنا التعليقات لوجود تعليقات يعني مسيئة للأدب صراحة، يعني كثير كان في تعليقات مسيئة للأدب، فاحنا شلت التعليقات كلها عن الفيديوهات، لكن سامحونا يعني ما في يعني الشغلة لما بتوصل للواحد وبيته ماشي بيختلف الوضع، بصير نحكي في اشي غلط. تمام، على كل الأحوال اليوم احنا بنشتغل على إشارة المثلث يا اخوان، المثلث التثبيتي. تمام، يعني مش مثلث اتجاه، مثلث تثبيتي لإشي موجود. تمام، احنا نشوف المثلث مع بعض. تمام، هذا هو المثلث عندنا، نطالع فيه زريعة طبعا، هيو هاي الزريعة بتطلع على القبور، هاي طبعا بقول بتطلع على القبور. تمام، عندي المثلث هذا هيو شايفينه، إله اتجاه توجيه. تمام، إله توجيه ثاني، لكن هذا توجيه وهمي لأنه هذا رايح. شوفوا، تذكروا إشارة المغارة، وحكينا عن إشارة المغارة ماشي، وبنرجع بنحكي 500,000 مرة بعديها عن إشارة المغارة نفسها، إنه المغارة أو الفراغ اللي موجود تحت الصخرة الدلالة تبعته اللي هي وجود منطقة مع الصخرة ومنطقة بزاوية قائمة، يعني هاي بزاوية قائمة، هاي ما بتكمل، إذن هاي دلالة على وجود الفراغ اللي موجود. هاي أول إشي. ثاني إشي، الرمزية تبعت المثلث بنحكي عنها إنها هي تبعت المدافن، يعني بنحكي عن شغل المدافن. ثالث إشي، إذا بدنا نمشي مع الإشارة من بداية الإشارة حتى نهايتها راح نتعجب وراح نتغلب ماشي. يعني على سبيل المثال عندي هذا المثلث، مثلث واضح ما عليه كلام ماشي، مشغول في الإيد هذا، طبعا مش مشغول مثلا بدقة، لكن هذا هم بيعتقدوا انه وجود المثلث في المكان هذا انه انا بقدس مثلا المقبرة هاي او المدفن هذا، بعمله مقدس شوية، فانا بحط اشارة المثلث عشان اقدس هذا الموجود هنا. تمام، انهم هم هذول مهمين. كويس، راح نشتغل هسه على المثلث نفسه وراح نشوف ايش الترتيب تبعه. تمام، الان عندي المثلث هو عبارة عن فراغ تحت الارض، تشكيل الفراغ لانه مسكر. الان في عندي داخل المثلث غرفة مدفنية هيها. تمام، بدي اعتبر انه هذا المثلث نفسه بدلني على الفراغ وبدلني على التفصيل الداخلي للمغارة. تمام، هي الغرفة اللي موجودة داخله. تمام، الان البصمات اللي موجوده يعني بدنا نبعد شوي عن المثلث، راح نلاقيها في المنطقه هاي. هاي البصمات اللي موجوده هون. تمام، اذا في ناس اشتغلت على هذا المثلث وفي ناس اشتغلت على المدفن اللي جوا. الان راح اخذ الرمزيه الثانيه مع المثلث اللي هي وجود تفصيل المغاره مره ثانيه مع بصمه التثبيت معها، يعني معها بصمة التثبيت ومعها الغرفة المدفنية اللي جينا حكينا عنها، تشكيل ثاني للمغارة راح تلاقوها نفسها هيها. تمام، الآن عشان أجي أشتغل عليه بدي أكمل مع الإشارة، يعني بدي أخذ الإشارة من أولها لآخرها، راح أمشي مع السيال، راح أنزل مع السيال. تمام، يعني لو جينا حطينا المي راح توقف هون، راح تنزل المنطقة هاي، راح توصل لأول مربع. تمام، مع توجيه، اول مربع مع توجيه لثاني مربع هيو. تمام، هاي ثاني مربع مع توجيه، لوين راح اوصل في النهايه؟ لا اشاره اللجف الخارجي، دعجينا حكينا عنها في الفيديو السابق، قلنا اشاره اللجف الخارجي. تمام، ليش؟ لانه مش متصله مع اشاره لجف ثانيه او اشاره حفر، بدناش نحكي اشاره لجف، نحكي اشاره حفر، مش متصله اتصال كامل، اذا صار في عندي شغل خارجي، صار في عندي شغل مش لجف داخلي اروح انزل داخل الصخره، لا صار في عندي شغل خارجي.
تمام. إذا وصلنا من الإشارة، إشارة المثلث، وجود البصمات إلى آخره، تشكيل المثلث إنه في فراغ، تمام، بوديني من المثلث هذا بوديني إلى تشكيل المغارة اللي عليها البصمة اللي عليها الشغل كامل. الآن بنزل مع السيال، مع وجود السيال، تمام، بنزل معه بلاقي حالي عند أول مربع وعند ثاني مربع وثاني مربع، متصل اتصال مباشر مع إشارة اللجف، تمام، لكن لجف خارجي. اذا لجف خارجي زي ما حكينا في الحلقه الماضيه، وين بدي اروح؟ بدي اروح باتجاه الصخره، يعني كيف ما بتوديني الصخره بدي اروح، لانه ما راح يلجف معي هيك، تمام، راح توديني باتجاه. اذا في عندي اتجاه، راح نرجع نحكي هي المثلث كذا 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 كذا، راح يعطيني اتجاه، اذا راح يكون معي الاتجاه في المنطقه هاي اللي هون، تمام. عشان تاكيد الشغل هذا راح نفحص على فقط السيخ الفراغ، لكن حط إشارة اللجف قدامي وروح بالاتجاه، يعني بس إشارة اللجف وروح بالاتجاه، تمام. الآن راح أشتغل على السيخ، خلينا نثبت لأن في شوية هواء، تمام، راح أشتغل على السيخ وأروح معاه، تمام. الآن سكر يمين، سكر يمين يسار، ما عنديش مشكلة، تمام. إذا سكر معي في المنطقة هاي، قديش بعيد الإشارة عن منطقة التسكير هاي؟ يعني بنحكي خطوة، خطوتين، ثلاثة، تقريبا ثلاث خطوات عن إشارة اللجف، تمام، يعني فيها 3 متر تقريبا. لكن المنطقة الزراعية لازم تتنظف المنطقة هاي، ها إذا تنظفت المنطقة راح نشوف إشارة اللجف الحقيقية موجودة في المكان هذا، تمام، يعني راح نلحق إشارة اللجف الحقيقية، كويس. إذا في عندي مثلث حلو كثير، شغله حلو، تمام، نمسك مثلث شغله حلو، معاه التفصيل تبعه، معاه السيال، معاه المربع الأول، المربع الثاني، إشارة اللجف. لو جينا طلعنا على نفس الصخرة يا أخوان، طبعا البصمات اللي حكينا عنها في عندي هون كمان، وفي عندي هون، شايفينها اللي هون واضحات أكثر، هاي بصمات 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 بكل مكان، تمام. إذا بعطيني دلالة إنه خلاص عندي هون الشغل خلاص انتهى، ما عندي شغل ثاني، تمام. الآن لو طلعنا على الصخرة نفسها كمان، راح نشوف في عندي إشارة مغارة ثانية غير المغارة الأولانية، لأنه هاي التفصيل تبعها يختلف عن التفصيل هذا. إشارة مغارة ثانية، تمام، معها توجيه، يعني معها نزول، ماشي. لكن في شغلة، هاي إشارة المغارة مش متصلة، ماشي، بسيال أو مش متصلة بأي شيء، تمام. فيها توجيه بسيط، فيها توجيه بسيط. إذا بأخذ هاي الإشارة إنه فيها توجيه. كيف بدي أخذ التوجيه تبعها؟ إذا أول توجيه عندي هذا هو، ثاني توجيه اللي جينا حكينا عنه قبل هالمرة يا إخوان، حكينا عنه في المباشر، تمام، وجود الشطفة، عندي شطفة هاي شكل مستطيل، تمام، شايفينه هيك هيك جاي، هاي الشطفة بشكل مستطيل، هاي بتعطيني توجيه، هيك بتعطيني توجيه. ليش؟ لأنه نفسها ما أجت مع سيال، ولا أجت مع إشارة لجف، ولا أجت مع إشي الصخر الإشارة هاي، لكن بتعطيني توجيه، تمام. إذا بدي أشتغل بالتوجيه هذا، هو بدي أشتغل بالاتجاه هذا. إذا في عندي إشارة ثانية غير مش تابعة على الإشارة الأولانية، لكن إشارة ثانية بتوجيه ثاني، يعني لو بدي أروح أخذ هذا التوجيه وأروح بالاتجاه هذا هيك، تمام، لوين بوصل؟ خلينا نشوف، خذ هذا لوين بوصل، تمام. هسه المشكله هنا ارض زراعيه، يعني مش راح يبين معانا الاشارات، لكن تقريبا خلينا نحكي لوين بوصل، خلينا نشوف اذا في اشارات عندنا هيك. بندخل في اشارات ثانيه يا اخوان غير الاشاره هذيك. اذا في عندي توجيه في الاشاره الثانيه اللي هي على نفس الصخره اللي موجود عليها الاشاره الاولى، عندي توجيه، التوجيه بيدلني على شغل ثاني. اذا اخذنا اول مره، اخذنا اشاره المثلث، واخذنا شغل المثلث، واخذنا اتجاه المثلث مع السيال، مع وجود البصمات اللي حكينا عنها، بصمات التثبيت تبعت القبور، تمام، الى المربع الاول، نزولا للمربع الثاني، نزولا لاشاره اللجف، زائد فحصها عشان نعرف وين مكان الحفر. ودائما قلت لكم يا اخوان افحصوا افحصوا عشان تعرفوا وين مكان الحفر، عشان تعرفوا وين البوابه. احنا اليوم بنحكي عن اشارات، ما بنحكي عن ارض زراعيه، تمام، بنحكي عن اشارات. يعني الاشاره اعطتني ثلاث ارباع الشغل، ثلاث ارباع الشغل صار عندي معلوم مفهوم، تمام، وصلنا لنتيجه، عندي اشاره، معي اتجاه حفر، فحصت، خلاص عرفت وين البوابه،
ما فيش إشي تتويه فيها. لكن لو بفحص في منطقة زراعية زي هيك ماشي، هيك بختلف الكلام عندي، هيك بختلف، هيك لازم أحدد بوابة ولازم أحدد الفراغ ولازم أحدد الشغل ولازم أحدد كل الأمور. لكن الإشارة اليوم ريحتني 90% من الشغل، أعطتني 90% من الشغل، لكن بدي أكون فهمان الإشارة وعارف الإشارة. إشارة ممكن تكون توجيهية ممكن ما تكون توجيهية، ممكن توصلنا نتيجة وممكن ما توصلنا نتيجة، لكن في النهاية الإشارة أعطتني 90% من الشغل تبعي. عرفت 90% من الشغل اللي أنا قاعد بشتغل عليه. تمام، شكرا لكم للمتابعة، وإن شاء الله في حلقة جديدة. أهلا وسهلا فيكم.